السادة أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجامعية للتربية والتكوين لجنسات مكناس، السادة ممثلي الجماعات الترابية بفاس، السيد مدير مركز جهوي لمهنة التربية والتكوين، السيدة والسادة رؤساء الأقسام والمصالح الأكاديمية، السيد مراقب الدولة، السيد خازن الملهم للآداء، السيدة والسادة المفتشين المكلفين بتنسيق التفتيش الجهوي، السادة المفتشين التخصصيين، السادة ممثلو المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية، السادة أعضاء الجمعية الوطنية للمديرات.